جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى أخواتنا من المدينة المنورة، تقول سين عين دال. أختنا تقول: أنا امرأة متزوجة ولدي طفلة، كنت أعيش مع أم زوجي في بيت واحد، ولكن حدثت بيني وبينها مشاكل كثيرة، فهي امرأة عصبية جدا جدا، فطلبت أن أعيش لوحدي في بيت آخر وتم لي ذلك. ولكن رغم ذلك ما زالت المشاكل بيننا، وهي دائما تشتمني وتسب أهلي وتتهمني بالسرقة وأنني سحرتها وسحرت ابنها، وتتهمني بأشياء في حدود الله، وتطلب من زوجي أن يطلقني. وأنا من كثرة المشاكل أصبحت أكرهها ولا أزورها ولا أحب أن أراها، وهي لا تريدني أن أزورها ولا تحب أن تراني كذلك، ونحن على هذا الانقطاع سنتين وأكثر. سؤالي: هل علي إثم من عدم زيارتي لها، مع العلم أن زوجي وابنتي يزورانها، وأنا حاولت كثيرا مع زوجي أن يصلح بيننا ولكنه لا يفضل ذلك تجنبا للمشاكل؟ أولا عليك بالصبر ولك في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، لا سيما وأنها أم زوجك. أم زوجك فالصبر عليها مصالح، من إرضاء الزوج ومن التئام الأسرة وعدم الفرقة والنفرة فيما بينها. ثانيا عليها بالعفو والتجاوز عن أم زوجها وإن صدر منها إساءة في حقها. قال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، أي الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. فعليك بالصبر على ما تلقين من أم زوجك من الإساءة، وقابل ذلك بالصفح والعفو، فهو خير لك عند الله سبحانه وتعالى وأدعى لصلاح الأمور. قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما الزوج فإن عليه أن يصلح بين أمه وبين زوجته، وأن لا يكون موقفه سلبيا، بل عليه أن يتدخل في الإصلاح وإرضاء أمه وإقناع زوجته، وبذلك تلتئم الأمور بإذن الله ويزول الشقاق. نعم.